بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في هذا المقطع سأشرح لكم بإذن الله برنامج بروشو بروديوسر الإصدار السادس. طبعا أول ما نشغل البرنامج بتظهر لنا هذه الرسالة. إذا ما حبيت أنك تتقيدي بالرسالة الموجودة ممكن تكفليها، وهو على طول بيبدأ لك مشروع جديد. نلاحظ أن البرنامج عبارة عن مجموعة قوائم بالأعلى، وهنا مكان الصور أو الفيديوهات التي سنضعها ونتحكم بها والأصوات. الآن مشروعنا فارغ، لا توجد به أي صورة ولا يوجد به أي فيديو أو أي صوت. نختار أبسط طريقة بأن نفتح جهاز الكمبيوتر، نصغر الشاشة قليلا ونسحبها إلى الجانب، نذهب إلى المكان الموجودة فيه الصور، ثم نسحبها ونفلتها في البرنامج. نلاحظ أنها لا تنسحب. هذه الصور طبعا أنا سبق وصورتها بالجوال، وطريقة تسمية الجوال للصور بطريقة معينة غير مدعومة في البروشو، فيفضل إعادة تسميتها حتى يدعمها البروشو. نسميها بأي مسمى. ثم نسحبها. لاحظوا الآن انسحبت معايا. كيف ممكن في المكان الواحد أو الشريحة الواحدة أضيف فيها كذا صورة؟ طيب نضغط دبل كليك على الصورة. إذا أردنا أن نطبق الستايلات الموجودة على صورة واحدة، مجرد الذهاب إلى سلايد ستايل، ثم طالما أن عندنا صورة واحدة يكفينا اختيار من هنا one layer، بمعنى طبقة واحدة، حتى يأتي لنا بجميع الستايلات التي تطبق على صورة واحدة. نختار All Categories. هنا عندي بعض التصنيفات للستايلات الموجودة، ولكن من الأفضل اختيار All Categories بدلا من مضيعة الوقت بالبحث عن الستايل المراد بين هذه الفئات. نلاحظ هنا عندي عدة أشكال، لاحظوا هنا معاينة في الأعلى، مجرد اختيار أي واحد منها يطبق كمعاينة بالأعلى. مثلا أعجبني هذا الستايل، apply style، أوكي. الآن اطبق هذا الستايل على الصورة، مجرد الضغط على أوكي، ونلاحظ عند تشغيل الفيديو أو التصميم طبق الستايل على هذه الصورة. طيب أريد أن أضيف كذا صورة في العرض الواحد أو في المكان الواحد أو الشريحة الواحدة، نعود مرة أخرى إلى التصميم أو نضيف تصميم آخر، نضيف صورة أخرى، هذه الصورة مثلا نسحبها إلى الشريحة الثانية، دبل كليك على الشريحة الثانية. من علامة الزائد الموجودة هنا في اللايرز يمكن إضافة أكثر من صورة، يمكن إضافة أيضا فيديو، التعامل واحد سواء الفيديو أو الصورة. أريد أن أدرج هذه مثلا، أريد أن أدرج أيضا صورة أخرى، صورة أخرى. عندي الآن أربع صور سلايد ستايل. نختار الآن بدلا من one layer four layer، لأنه عندي أربع صور. هذه هي الستايلات التي تطبق على الأربع صور. لاحظوا هناك ستايلات كثيرة، بعض الستايلات قد تستغرق وقتا لإنشاء المعاينة. رجاء عدم الضغط على أي شيء وإعطاء البرنامج فرصته. هذا البرنامج طبعا الحركات فيه كثيرة لذلك حجمه كبير.
طبعا هناك أشكال عديدة وستايلات عديدة، كلها أحلى من بعض الصراحة. يمكن اختيار أي منها والضغط على apply style. مثلا أريد أن أضيف نصا هنا، هنا أريد أن إضافة نص. كيف يمكن أن أضيف نص؟ من captions. هناك طريقتين، ممكن من captions وممكن أصلا نختار style يدعم وجود النص. هنا عندي تصنيف captions and titles، يعرض لي كل الستايلات التي بها أربع صور أو أربع طبقات وتدعم وجود النص. نلاحظ مثلا اخترت هذا، لاحظوا في نص هنا، في نص. مثلا إذا لم تعجبني هذه الأشكال الموجودة هنا، يمكن اختيار أي ستايل كالطريقة الأولى، اختيار أي ستايل. أنا اخترت هذا صحيح، إذا اختار هذا وأضغط علامة الزائد في captions وأبدأ بالكتابة هنا. إذا كنت أريد الكتابة باللغة الإنجليزية ليست هناك أي مشكلة، فإنه يدعم الإنجليزي، ولكن هي المشكلة باللغة العربية. مثلا أريد أن أكتب الآن كلمة برنامج تصميم، نلاحظ كلمة برنامج تصميم كيف طلعت بشكل لخبط. فالآن نبدأ بتشغيل برنامج آخر وهو برنامج الكتابة باللغة العربية، هذا البرنامج الموجود عندي والمستخدم. أكتب هنا العبارة برنامج تصميم وأنسخ من هنا، أنسخ، أذهب إلى برنامج البروشو، طبعا أحذف ما كتبته سابقا، وأعمل عملية لصق برنامج تصميم. لابد من مراعاة عند الخط فونت اختيار الخطوط التي تبدأ بـ AX، هي فقط التي تدعم العربية في هذا البرنامج الذي لا يدعم العربية. لاحظوا حتى إذا أردتم أن تغيروا بين أنواع الخطوط ممكن من هذا المكان فونت، ممكن أختار أي خط من الخطوط. هناك بعض التنسيقات على الخط مثل تغيير لون الخط بالضغط على ست ثم اختيار اللون المراد، أي لون من الألوان الموجودة. مجرد الضغط على اختيار اللون لاحظوا يطبق تلقائيا، لا أضطر إلى الضغط على حفظ ولا شيء. هنا أيضا outline بمعنى وضع حدود على نفس التصميم، على عفوا نفس الكلمة. لاحظوا عند إقفالها ولاحظوا عند تشغيلها، outline وضع لي بعض الخطوط على النص نفسه، وشادو اللي هو عبارة عن ظل لنفس النص هذا الموجود. ممكن اختيار أي خلفية، نختار أي خلفية ثم set color. هذه هي التنسيقات. هنا من effects توجد حركات إضافية على النص، حركة عند دخول النص، حركة أثناء عرض النص، حركة أثناء خروج النص، ولكن لا أريد أن أتطرق لها في هذا الفيديو، أكتفي بطريقة الكتابة. نضع التصميم عفوا نضع الكلمة في مكانها الذي نراه مناسبا، مثلا يمكن إمالة النص، لاحظوا يمكن تصغير النص، يمكن تكبير النص من العلامات الصغيرة الموجودة على أطراف النص. لاحظوا ممكن بهذا الشكل، وأضغط على أوكي. يمكن أن أستعرض النص الموجود، هذا هو النص وهذا هو التنسيق الافتراضي. يمكن تغييره من الخانة التي شرحتها لكم بطريقة سريعة. إذا رأيتم أن التصميم سريع يمكن أن أجعله بطيئا من هذا الرقم، أمسح رقم 3 مثلا، 3 جدا سريع، ممكن 5، ممكن 10، ممكن الشيء الذي أو التوقيت الذي أراه مناسبا. لاحظت هذه الحركات على النص، الآن أصبح 8 ثواني. أيضا بين الصور
بين انتقال الصورة الأولى إلى الثانية هناك انتقالات، أضغط على الـ AB دبل كليك. قد تستغرق هذه العملية وقتا، نترك البرنامج يأخذ راحته حتى لا يعلق معنا. عندي هنا انتقالات كثيرة، برضو نضغط على All Categories. عندنا هنا لاحظوا أشكال كثير جدا، بمجرد الضغط على أي منهم نجد هنا معاينة، هنا في الأعلى معاينة، هناك أشكال كثيرة. الأشكال التي أو الانتقالات التي اخترتها مؤخرا تدرج في الناحية السفلى هنا، Recent بمعنى ما تم اختياره مؤخرا. عندي هنا شكل مثلا الورود هذه، عند ذهاب الصورة الأولى ومجيء الصورة الثانية تظهر هذه الورود، لاحظوا. طيب نضغط أبلاي، أعجبني هذا الشكل. أيضا يمكن التحكم في الوقت، بدلا من ثلاثة وتكون سريعة مثلا نخليها خمسة، نخليها عشرة، عاد بالطريقة التي تروها. يتبقى لنا إضافة الصوت. الصوت من هنا مكتوب ساوند تراك، دبل كليك عليه. يمكن إضافة الصوت من علامة الزائد Add Sound File. عندي هنا صوت، طبعا لابد أن أكون مخرجته مسبقا. أيضا هذه الطريقة أيضا تدعم السحب والإفلات، يمكن من هنا أسحب الصوت وأضعه هنا بأي طريقة كانت، المهم أن يدرج الصوت في مكانه الصحيح. طيب مثلا هذا الصوت أريد أن أشغل هذا الصوت وأسمعه من بريفيو. طيب نلاحظ أن هذا الصوت في مشكلة في البداية، هناك مقطع لابد أن يقتطع لا أريده. أذهب إلى Edit بمعنى تحرير، أبدأ أسمع الصوت. طيب أريد أن أقطع إلى هنا، هنا عندي علامة أسحبها إلى بداية المقطع، هنا عندي علامة أيضا ممكن أسحبها إلى نهاية المقطع. الآن أصبح الصوت، طبعا هذا الجزء المقطع. يمكن أن أعمل زوم بمعنى تقريب، لاحظوا إذا كنت لا أرى الشكل من بعيد. إذا كنت أريد أن لا يبدأ العمل من البداية في المعاينة، ممكن أن أسحب هذه العلامة إلى هنا. نلاحظ الآن عند التشغيل على طول يبدأ الصوت معايا. طيب ممكن أن أبدأ من هنا، نسحب أيضا نسمع. نسمع لا. الآن أصبح الصوت يعني مناسب، هذا هو الصوت. نضغط على أوكي، عند الضغط على أوكي نشغل الفيديو الآن ونسمع. قبل منامي مر ببالي وحي وسؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، فيقاس العمر بأيام أم أعوام. إذن هذا هو التصميم الذي توصلت إليه. أيضا يمكن إضافة العديد من الصور والتحكم في انتقالاتها بالطريقة التي تم شرحها. يتبقى لنا تصدير الفيديو في صورته النهائية، ممكن بالضغط على Publish من هنا واختيار الخيار السادس فيديو، أو Publish من هنا. إذن هناك مكانين للPublish، نختار أي منهم.
طبعا كل ما كان عندك صور كثير، كل ما كان عندك صوت طويل، كل ما أخذت أو استغرقت هذه العملية وقتا طويل، فعلى حسب يختلف. أهم شيء اعطي البرنامج راحته ولا تكثر عليه بالضغط على زر الفأرة حتى لا يعلق معك. نلاحظ أن هناك عدة جودات أو كواليتيز. أعلى جودة 1080، الجودة المناسبة والمتوسطة والتي أراها يعني مناسبة 720، 720 أيضا مناسبة. كرييت، ثم نختار المكان أين نريد أن نحفظه، مثلا في سطح المكتب أريد أن أسميه مثلا تجربة، مثلا أسميه بالاسم الذي أريد، ثم يبدأ هذا العداد فأنتظر إلى أن ينتهي. أيضا هذا العداد كل ما كان الفيديو طبعا صوره كثيرة كل ما طول معاكي. وأيضا بالنسبة للجودة، إذا اخترتي أعلى جودة قد يستغرق وقتا أطول من 720 التي اخترتها. إذا أستعرض معكم الفيديو في شكله النهائي. الآن تظهر لي رسالة بأنه الفيديو أصبح جاهز ومكتمل complete. أذهب إلى المكان الذي خزنته فيه، أنا خزنته في سطح المكتب عندي. هذا الفيديو الموجود تجربة. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لأن لعمري ميزانا ما المكيال، لا يقاس العمر بأيام أم أعوام. إذا أردنا حفظ المشروع، مثلا اشتغلت نص المشروع اليوم ثم أردت إكماله في وقت لاحق، يمكن حفظ المشروع من سيف. هذا ما لدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.